السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نكمل إيجر هانتر ليجند. طبعا راح أروح الغابة وعطوني هذا هذا الديج، شايفينه اللي يسوي لي بعطلته هيج. شوف با، خلي أشوف إيش يقول. They make a very reliable partners. يلا هذا راح نرجع الكلر بهذا، بالله عليكم. خل نروح للمشين. هو نشوف فورد وبنات، راح نسوي تعديل للسلاح هذا، يعني مثل الحداد مالهم. مثل الحداد مالهم هذا، عشان ما اسوي لهم مشكلة ويا الناس جدا زين. هنشوف الكلر مكان، او مكان الكلر skills to best a creature like that on your first hunt. Remind me of my younger self. يقول انت الشخص اللي قتلت بلالغورن، يقول تذكرني نفسي من كنت صغير. لابد ان عندك امتيازات خاصة انك تتغلب على وحش كهذا. You can't keep using that old weapon of yours. Viteran weapons are far more advanced than those from other tribes. Forged and enhanced to become more powerful. قال السلاح اللي عندك ما تقدر تستمر به. قال لي الأسلحة معروفة بالقبائل، لازم تاخذ لك سلاح قوي. I can forge your weapons to improve their attributes and unlock new forms. You'll see that we artisans are as serious about our work as you hunters. يقول اقدر اعدل سلاحك واخليه قوي، راح تشوف الامتيازات مالتنا. فورج، يلا عدل ارمر بيست فورج. فورج ان سكسس، نجح التعديل للسلاح. طبعا تعديل الجير لازم بكل لعبة. Now that we're done with your weapon, let's start on your armor. خلصت من سلاحك، تعديل سلاحك. خلينا نشوف الدرع مالك الآن. Whether you're going to the Forest of Ancients, the Volnar Valley, or anywhere beyond Vitor, you'll need a set of good armor to protect yourself. Dangerous beasts. يقول ترى you're going to the Forest of Ancients, the Volnar Valley, or anywhere beyond Vitor. You need a set of good armor to protect yourself from dangerous beasts. يقول انت رايح الغابة القدماء حتى ترجع الكلر. طبعا راح نروح الغابة نرجع الكلر. يقول تحتاج الى درع قوي تحمي نفسك من الوحوش. Come with me and I'll show you how to forge armor. تعال وياي بدا لك شلون تخلي درع قوي. هاي جواز طلع فورج. هاي الدرع سويناه. طبعا يتطلب مواد الدرع، مو يعني بسهولة تسويه. Have you finally decided to give up hunting and become an artisan? No problem. Just give me your Kalar arm and I'll dismantle it.
Just kidding. يقول قررت تتخلى عن الصياد وتصير حرفي. يقول له ما يهم، لا شاق وياك، اعطيني الدرع مالك وراح افلش لك انا. خلصنا منه. شوف وين نروح الان. أنت جاهز للذهاب، انطلق. يقول لا تتوقع الغابة ترحب بيك، الكالدريان يعني عندهم نزعة من الغرباء. كالدريان اللي هم مشتبهين فيهم انه اخذوا الكالر باغو. But don't worry, I know adventure named سكيدي. يقول انا ادري بك ان المغامرة بدمك. يقول اكو واحدة اسمها سكيدي، واذا واجهتك مشاكل ممكن ان تسألها. Skady's been quite active in the area near Vidarin of late. Her camp should be easy to find, but you may find her a bit odd in the way she appears and interacts with people. I hope you aren't put off by her uniqueness. عندها كان بيقول عندها مخيمة هناك، خيمتها. يقول راح تشوفها غريبة الأطوال وهاي، يعني ما تحب تستخدم الغرباء والهاي. لكنها هي نوعها فريد. ماكو وقت الضيعة، لازم تنطلق الآن. راح اروح انتر ذا ستيج، عندي شن مرحلة بروح. شفتوني وانا طاير اخبل. اشوف سكيدي هاي ترحب بينا ما ترحب، او بس نسلم عليها تطرنا. نزلنا. It's too quiet. Feels like someone is watching us. But I don't feel anything. يقول هادي الأوضاع كلش، اكو واحد يراقبنا. تقول انا ما احس بوجود احد. يقولها دائما امني بحس المحارب. شوف قال لها اكو حد يراقبنا. خلينا نسوي الامور بالكلام. يمكن الكيت ينزل. يقول منو يجرح ان يعبر في هاي المناطق السرية.
اثنين دخلاء. انتو غير مرحب بيكم هنا، رحلوا الان. ما راح نروح الا لما نسترجع الكالر هارت، قلب الكالر. يقول لصوص غرباء هم اللي يفكرون بهالطريقة، شنو اللي يخليش تعتقدين انك راح تسرقين شي من هالمكان؟ لصوص وسرقة، شنو تتكلم عن انت؟ احنا هنا حتى نسترجع الكالر، قلب الكالر مالنا. يعني تقول لها شلون ندري مو انتو سرقتوا الكالر مالنا؟ Your holy relic is worthless. Your abuse of Kala has tainted the Kala heart. Your presence is a desecration of Kala. If you know what is best for you, you should leave at once. وجودك عار على الكلار، يقول إذا تعرفون مصلحتكم لازم تمشين. ما قالته صحيح، ما راح نرحل الا ناخذ قلب الهارت. نقول لا داعي لإراقة الدماء. يقول راح حرفوا هذا ايها الاصدقاء، راح اراقبكم جيدا. هذول الكالاداريانز يخفون شيء وانا اعرف. يقول تقول ما اقدر احس بالكالر، لكن غريزتي تقول لي هو قريب. تقول انا ميديان، والميديان دائما يعتمدون على عيونهم. سكيدي تقول بالقرب منها ويمكن تعرف شيء. سكيدي اللي حكى عنها وقالت موجودة هناك، يمكن ترحب بيك. إذا ردت مساعدة روح لها. سكيدي بورطة. خلي عنك انت سكيدي، وصلت انا خلي عنك. عيابا اويلي نيوبيس، خل نهزم الوحش اول شيء.
حق الله يتقلي. نعم stay down. When I say stay down, stay down. هاي سكيدي طبعا مسجين تتمات فيديو سكيدي وحش غبي. شكرا. إذا مو أنت أنا ما كنت. أنت نجيتني ما نقتني لغتني. ليش انتو هنا بهالمنطقة هاي؟ تقول انا نص كاليدانيان ونص فايدرن مغامرة نص بنص يعني يجوز ابوها وامها من الكاليدانيان والثاني من فايدرن فتقول اسمي مسكيدي. تعرفون اسمي. يقولون كالر هارد سرق. هذه اخبار سيئة. يقول لي إذا تسألوني إن الكاليدانيان باقوا تقول ما عندي إجابة ولكن أنتم مدام بالغابة تحضروا لكل شيء يصير لكم هنا راح نكتفي بهذا القدر حبايبي ونكمل في اللقاء الجاي إن شاء الله. هذا أخوكم ماجد في أمان الله.